السلام عليكم وجمعة مباركة. معكم محمد كنوز، رئيس جمعية الأمل لمواكبة مصاحبة نزلاء المؤسسة السجنية. الجمعية اللي تأسست في 2015 من بعد ما شفنا أن الشباب ديالنا كيخرج من المؤسسة السجنية وشوية حتى كيرجع للمؤسسة السجنية، يعني كاين واحد الضياع اللي كتسمى ضياع العود. ومن طبيعة الحال درنا ملتقيات الأول والثاني والثالث اللي هو إعادة إدماج الشباب في وضعية هشة والنزلاء السابقين. في المرحلة الأولى والثانية اكتشفنا أن كان خصنا واحد العامل اخر اللي هو ارباب العمل وارباب الشركات، خصهم يعرفوا هذا العمل اللي كيقوموا به، شكون هذا الخير اللي شفتوه برك معنا اليوم، متدخلين من جميع الاصناف، كاين ديال المؤسسات ديال الدوله، كاين المجتمع المدني، كاين كيفاش شفتوا تقريبا شي 16 متدخل اللي كان. حنا ان شاء الله تعالى نتمنوا ان هذا الملتقى يخرج ب ب ب بواحد النتائج اللي هي احسن من ديال الملتقى الثاني، حيت قال لك كل مرحله دازت الا وكنستافدوا منها وكنتعلموا الجديد. هنا كنشكر الاستاذ ما سينك تي في على هذه الاستضافه هذه وهذه الالتفاته، والحمد لله حنا كنحبوا نهبطوا للميدان ونشتغلوا، وحنا دابا في صدد اننا كنوسعوا شويه الجمعيه الوطنيه وكناسسوا فروع جديده. اسسنا فرع في مراكش، فرع في واد الزم، فرع في هنا في تيطمليل يعني اقليم مدينه، واستضفنا واحد الاخ قبيله اللي غيفتح لنا فرع في الدروه. حنا كنتوسعوا، فرع كاين في زاكوره، يعني عندنا فروع كثير الحمد لله، وكنشتغلوا في هذا الاساس. يعني كنحاولوا نفعلوا المقاربه التشاركيه اللي دابا سيدنا شحال هذه. اشني المقاربه التشاركيه؟ اننا نشاركوا المؤسسات ديال الدوله، ولكن كقوه اقتراحيه، احنا ماشي كقوه رقابيه، حيت ما خصناش نخلطوا من الاوراق. انا ما عنديش الحق نراقب المؤسسه، وانما نقترح عليها، نقترح حلول ويشوفوا الا كانت الحلول ناجعه ياخذوا بها، ما كانش المهم كتسمى انك درتي البصمه ديالك. وشكرا على هذه الاستضافه والسلام عليكم. السلام عليكم، معكم الممثل والفنان هشام الحلاوي، كذلك منسق وطني لجمعية الأمل لإدماج السجناء ومواكبتهم بعد الإفراج، وكذلك مواكبة الأشخاص اللي في وضعية هشة. الحضور ديالي اليوم بهذا الملتقى الثالث بعد ما حضرنا الملتقى الأول والثاني اللي لقاو نجاح كبير، اليوم حنا بالمركب الثقافي تيطمليل كنحضروا لواحد الملتقى اللي هو عباره عن مؤتمر مستقر بحضور مجموعه من القامات الثقافيه والفنيه، وكذلك من المجتمع المدني، ومجموعه من القطاعات يعني المختصه. اليوم كنحاولوا نناقشوا ظاهره العود، كذلك كنناقشوا شنو هي الرؤيه مستقبلا اللي كتخص النزيل السابق بعد ما يفرج عنه، كذلك اللي في وضعيه هشه. فالسيد الرئيس طرح مجموعة من الأسئلة، شنو ممكن اللي نقدروا نديروا على قبل وليداتنا مستقبلا باش نتجنبوا الإجرام والانحراف، ونتجنبوا مجموعة من المشاكل اللي كيعيشها المجتمع واللي كيتخبط فيها مجموعة من العائلات المغربية. فهي مجموعة أسئلة كانت في الصميم، كانت عندها معنى، كانت عندها رمزية، والأجوبة كانت جد مقنعة. يعني الاهتمام النفسي وتوفير الأمن والأمان داخل الأسر المعوزة، وكذلك الأسر اللي كتعيش مجموعة من المشاكل على المستوى الاجتماعي والمادي والمعنوي والنفسي. فكان السيد الرئيس طرح واحد النقطة، علاش ما نقوموش بإنشاء مراكز للمواكبة والمصاحبة الفعلية والحقيقية بعد ما أعطى سيدنا القرار وأعطى الأمر بتفعيل هذا المنظومة هذا. فكنتظروا بفارغ الصبر انه فعلا تكون التفاته، وتكون التفاته قويه من الجهات المختصه ومن اهل الشان والقرار، باش نقولها بالدارجه، باش يعتقوا هاد الوليدات وما نبقاوش نشوفوا اكتضاض داخل السجون، ونشوفوا معاناه ديال الامهات والاباء من العلاق بالوليداتهم. فالموضوع كان واضح، والحلول كانت يعني مجموعه من الحلول طرحت، فكنتمنوا على الاقل ناخذوا منها مجموعه من النقاط باش نخرجوا من هذه الافه هذه اللي هي بالنسبه لنا ماشي غير افه، وانما نقطه سوداء في 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 هذه الاداره الفنيه لمجموعه من القرارات اللي كتخذ وما كتطبقش. فكنتمنى انه تسوى الوضعيه ديال النزلاء السابقين، لان فيهم فنانه، فيهم وليدات اللي داروا المسرح،
داروا الزجل، داروا الشعر، داروا الموسيقى، داروا الغناء، ولكن ملي كيخرج ما كنحتضنوش، ما كنواكبوش. فهذا كان هو الهدف الاساسي من هذا الملتقى اللي هو الملتقى الثالث من نوعه. فشكرا لجمعية الامل لمواكبة السجناء السابقين والاشخاص في وضعية هشة. شكرا. يعني يبدا في المظاهر ديالها عطى انعكاسات على المجتمع، وكان وعندها انتشار في مؤسسة ما، وكتعطي محرك احصائيات كخلية ديال التحسيس. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.